بكم بنات في فيديو جديد عندي في القناه. عندي ما نقول لك في صنعه انه هذا الفيديو هذا عباره على واحد الشكل جديد ديال فولدر حياتي بهذا الشكل ديال العقيق هذا اللي كنقولوا ليه حبه الروز. الوغ قلنا نوع واحد شويه في الموديلات مع الغرزه ديال الدرس المائل باربعه ديال الاعمده مزيان للمبتدئات، وكيطلع حتى هو بسرعه. علاش؟ لان دائما كنقول لكم الخدمه اللي كننقزوا فيها الفراغات راها خدمه اللي كتطلع بسرعه ومزيانه للمبتدئات، ما فيهاش شي حاجه ديال التعقيدات. الوغ هاد الثوب هذاك كما كتشوفوا نفس الثوب اللي كنت قلت لكم، كما كتشوفوا راه كيبان لكم هنايا الخشب من التحت انه دير فحال لا موسلين ورطب. الوغ نبداو على بركه الله. كما كتشوفوا البنات هنايا بديت بالحشو. الوغ عندي كيفاش كندير سميتو التنبال ديال هاد الفولر هذا. الوغ كندير سلسله حشو وكنبقى غادا بنفس العبار ونخدم بالشكل اللي ما تيعطينيش تكماش في الثوب باش يجيني السطر الثاني سهل. الوغ كما كتشوفوا حشو سلسله حشو سلسله. لو دائما كيف ما كنقول لكم كنعاود دائما هاد الحشو هذا، لان كاينه اللي كتشوف الفيديو ديالي لاول مره ما غاداش نقول لها رجعي للفيديوهات القدام باش تشوفي. الوغ سلسله حشو سلسله حشو. الوغ كندور الفولار ديالي كامل على هاد الشكل. هاد الزواقه هادي حتى هي من الزواقات اللي ما فيهمش الشوشه. كيف ما قلت لكم هادو الفولارات ديال حياتي اللي كيتباعوا في لوري وكيتباعوا هكا اني هو اللي كنخدم معكم دابا. كيف غادي نحاول نخدمو بلي بيرل ونعطيه واحد القيمه شويه كبيره، ولكن هاد اللون هذا ما لقيتوش في الخيط ديال الفيكس كيف ما كنت شرحت لكم في الفولار اللي من قبل. الوغ هنا وصلت لاخر غرزه، هذه هي الطريقه باش كنقفل. كندير حشو كندير واحد الغرزه وصافي، وكنكون ساليت السطير ديالي. كيف ما كتشوفوا كتجي غرزه حتى غرزه وكيجينا بلا باش كيسال لنا السطر الثاني. البنات السطر الثاني هي هذه الخدمه اللي غنديروا. نديروا هاد الضرس المائل مع هاد العقيق الطويل، نحاول ننوعوا شويه في العقيق. كيف ما كتشوفوا هو هذا. الوغ اللي بغات تشريه كتمشي كتقول ليه بغيت حبه الروز، حبه الروز دي هذا رقيق شويه وكاين الغليظ. الوغ خدمت بهذا اللي رقيق شويه. دائما تشوفوا الكروشي اللي تخشى لكم في هاد لي بيرل هادو هو اللي غادي نخدموا به. ما نقدرش نقول لكم اش من رقم، غتشوفوا نتوما على حسب لي بيرل اللي شريتيو على حسب الكروشي اللي تماشى معاه. الوغ نبداو على بركه الله. وهنا كنوصل لهاد الغرزه هادي ديال الحشو. اش كندير؟ كنحيد الكروشي، كنجيب البيرل كنخشيها على هاد الشكل وكنرجع. هادي تاهي اختي ما كتطلع بسرعه. علاش؟ لان كننقزو فيها الغرز تاع الحشو. الوغ كنثبتها على هاد الشكل، كنلوي الخيط على الكروشي، كنخلي الفراغ اللي خدمت فيه البيرل، الفراغ اللي تابعو، الفراغ اللي تابعو، كنخدم واحد العمود كيجيني مائل على هاد الشكل. واحد جوج ثلاثة. الوغ كنبداها بغرزة ديال بيكو، نطلع بسلسلة وحدة ونخدم أربعة ديال الأعمدة فوق هاد العمود مائل واحد. جوج ثلاثة. اللي بغات دير قل من أربعة الأعمدة دير قل من أربعة الأعمدة. الوغ نخلي تاني الفراغ الأول، الفراغ التاني كنجي وكنثبت فيه الغرزة ديالي. الوغ نخلي تاني نجيب البيرل على هاد الشكل، نجي نخشيها على هاد الشكل، نثبتها بواحد غرزة سلسلة، نلوي الخيط على الكروشي، نخلي الفراغ الأول، الفراغ التاني نمشي وندير عمود، غيجيني واحد العمود مائل. نطلع ثلاثة السلاسل، واحد جوج ثلاثة. الوغ
ديال السلسله، نجي فوق هذا العمود المائي نخدم 4 ديال الاعمده، 1 2 3 4. نخلي الفراغ الاول، نمشي للفراغ الثاني ندير فيه واحد حشو كما كتشوفوا. هذه هي النتيجه اللي كنحصل عليها هنا. بغيت نخدم معكم هنا الدوره. الو اش كندير؟ كنجيب ثاني البيغل كنثبتها على هذا الشكل ديال السلسله ونخيط على الكروشي. الو هنا في هذه الدوره هذه باش ما تجينيش مجموعه ما كنقصش جوج تاع الاعمده، جوج تاع الفراغات. الو كنخلي هذا، الو هنا شوفوا هنا كنت كنخلي الفراغ الاول كنمشي للفراغ الثاني، هنا غنجي مباشره للفراغ الثاني وهذا نخدم العمود، حيت الا خليت جوج تاع الفراغات غادي تجيني الدوره مجموعه غادي تجمع ليا الثوب. نطلع ثلاثه السلاسل، جوج ثلاثه، كنجي كندير غرزه حشو ونطلع بسلسله، نجي ندير العمود الاول، العمود الثاني، العمود الثالث، والعمود الرابع. كنجي الفراغ اللي تابعو مباشره ما كنخليش ثاني جوج تاع الفراغات وكندير غرزه حشو. شتي كي كيجيني هنايا الراس القنت، كون خليت الفراغات غادي تجر ليا الثوب وغتجيني مكمشه. غادي نجيب ثاني البيرل وغنخشيها على هذا الشكل، ثبتها سلسله، ندير ندوي الخيط على الكروشي. الو هنا غنخدم عادي، نخلي الفراغ الاول ونمشي للفراغ الثاني ونخدم واحد عمود مائل، نطلع ثلاثه السلاسل، واحد جوج ثلاثه، ندير غرزه بيكو نطلع بسلسله، نجي نخدم الفراغ الاول العمود الاول بلوتو، العمود الثاني، العمود الثالث، والعمود الرابع. نخلي ثاني فراغ ونمشي للفراغ الموالي ونثبت غرزه ديالي. ماشي هنا فقط في هذا الوسط هذا اللي كنخدم الغرزه بلا ما كننقز الفراغات. نكمل باش تشوفوا الدوره كيفاش غتجي، غتجي مقاده ما غيكونش فيها حتى شي مشكل ديال التكماش. كيف ما قلت لكم هذا الثوب ديال تركيا. ندير نخلي الخيط على الكروشي، نخلي الفراغ نمشي للفراغ الموالي، ندير واحد عمود كيف ما كتشوفوا اللي كيجي فحال لا موسلين، واحد جوج ثلاثه، ندير حشو بلوتو، ندير حشو، نطلع بسلسله ونخدم 4 ديال الاعمده، جوج ثلاثة، أربعة. نخلي فراغ نمشي للفراغ الموالي وندير غرزة حشو ونكمل الخدمة ديالي كما كتشوفوا على هاد الشكل. هذا هاد العقيق هذا تا هو راه الصراحة رخيص، جوج دراهم نورمالمون، جوج دراهم غتخدم ليا الفودار كامل والخيط ديال العبار على شعرة. نتمنى من الله ان الفيديو يعجبكم، انكم تطبقوا الخديمة، جات زوينة بزاف الصراحة الصراحة، وفرجة ممتعة، والى فيديو مقبل ان شاء الله.